هاي الحملة الأولى كانت بمدينة إدلب، كان في تفاعل كبير من قبل المدنيين، تفاعل من قبل المنظمات اللي عم تشتغل بالشراكة والتعاون مع المدنية، فكتير كان في تقبل بمجرد إنه نحن مثلا نطرح عليه الفكرة إنه نحن نحط لد على كل باب بناي، 99% من الناس عم توافق على هذا الموضوع. هذا الأمر فيه إيجابيات كثيرة، حيث أنه في آخر الليل عندما يحل الظلام يصبح هناك عمليات سرقة وظلام دامس، يتعسر الأولاد، يتعسر النساء، الأولاد، الأطفال. فهذا عندما يكون هناك إضاءة ليلية يصبح أكثر أمنا وأكثر اطمئنان. دورنا كنساء بهي الفعالية هي يعني خلينا نقول منعرف الناس شو هي حملتنا مشان يتعاونوا معنا بهذا الموضوع، ممكن لأنه شغلنا صباحي لحنا فلازم يكون في عنصر نسائي لحتى ممكن ندخل على البيوت يكون بس موجودة امرأة. كافي أنه بس الظلام، أنه ما بيضل ظلام عنا في المدينة، بإضافة للأمبيرات بعد الأمبيرات هاي بالليل، أنه يعني اضافي موضع العتمي، واحد بيطلع على المسجد بيروح لهون بيجي لهون، كويس هالشيء يعني ما عاطل. إنارة الشوارع كويسة لهالبلد كلياتنا، ونحن ان شاء الله بنساعدكم عاد ما نضير. تعتبر حملة خليها مضواية أولى خطوات مبادرة غير التي أطلقتها مجموعة من المنظمات والمؤسسات والفرق المدنية لتحفيز العمل الجماعي من جهة، ولتأمين تنقل المدنيين ليلا بسلام من جهة أخرى. ميرنا الحسن، أورينت نيوز، مدينة إدلب.